كما تعلمون أن المجاري موران ومهرجان ما يسمى بمهرجان إموران إنه من المهرجانات المهمة التي تلعب دور مهم إن على محافظة على التراث الثقافي بشكل عام أو تنشيط الدورة الاقتصادية داخل هذه المناطق. المجاري موران له تاريخ، له مميزات على مستوى باقي المهرجانات داخل المغرب. المجاري موران كما تعلمون أنه نظم من طرف جمعية المجاري موران التي أبت إلا أن تنظم هذا المهرجان التي تخلله مجموعة من ورشات، خاصة ورشة تسويق التي تؤتت الفضاء العام لهذا المهرجان، خاصة أنه الزيارة يقومون بها عبر التاريخ أو عبر السفر عبر التاريخ انطلاقا من زيارة صخرة إموران التي لها تاريخ مميز داخل هذه المنطقة، خاصة وكذلك أنه أتتت مجموعة من الورشات الأخرى، خاصة ورشة ما يسمى بالتبوريدة أو ورشة مجموعة من الأنشطة الأخرى الرياضية والفنية. وكما ترون أن العديد من الجماهير حجت وبشكل كبير إلى زيارة هذه المناطق، خاصة أنه أتتهت هذا المهرجان سهرتين مميزتين وشارك في معدة رواد الأغنية الأمازيغية التي أتتوا الخشبة بالعديد من السمفونيات وبالعديد من اللوحات الفنية المميزة. وكما تعلمون أنه داخل هذه المهرجان هناك رواج اقتصادي مهم، خاصة أنه العديد من الساكنة يلجونهم من أكادير وإلى مناطق البعيدة، خاصة من الجماعات المجاورة. لذلك العديد من المنعشين التجاريين يستفيدون من هذه المجار بشكل مباشر، وبالتالي تنشيط عملية التسويق وعملية البيع والشراء بشكل عام. أما من خلال اللوحات الفنية هناك العديد من الجماهير التي تستمتع بالأجواء المميزة داخل هذا المهرجان، خاصة وأنه ينظم بمقربة من البحر من أمواج البحر العاتية، لأن هناك فضاءات مميزة خاصة ألعاب ركوب الأمواج وبالتالي ألعاب أخرى إضافية، خاصة كرة القدم وأنشطة كرات طائرة وما إلى ذلك. وهناك أيضا لوحات فنية وأنشطة تربوية أخرى تعزز المشهد العام لهذا المهرجان، وبالتالي فهو يلعب دور مهم وجد مهم في تنشيط الدور الاقتصادي والدور الاجتماعي بشكل عام، وهو أيضا محطة من المحطات من أجل الترويح على النفس وبالتالي إيجاد فضاءات للنزهة والاستمتاع، وكذلك الاستمتاع بالأوقات الفارغة. ومميز أيضا لأن هناك العديد من السواح الذين يعجون إلى زيارة هذه المناطق المميزة، خاصة تعرفون أنه يوجد بمقربة من المحطة العالمية السياحية الإيكولوجية التي تسمى تغازو دبي. إن أننا يجب بالإضافة إلى أجواء البحر إلى أجواء الشاطئ يجب أن تؤتت هذه الفضاءات مجموعة من الأنشطة الموازية، خاصة الأنشطة الفنية وما يوازيه من أنشطة أخرى. وشكرا.